تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، تستعد صناعة الطيران المغربية للاندماج بشكل أكبر في العهد الصناعي الجديد، حيث يجري اليوم تطوير قطاعات جديدة ومتزايدة التعقيد مع التركيز على ظهور مهن أكثر تخصصا، خاصة ما يرتبط بالمقصورة الداخلية للطائرة وتطوير تفكيك الطائرات والصيانة والإصلاح وتحويل الطائرات التجارية إلى طائرات الشحن، وذلك من خلال الشراكات بين مجموعات دولية كبيرة والجهات الفاعلة المحلية. وفي ظل هذه المتغيرات الإيجابية داخل القطاع ولمواكبة التغيير الكبير الذي تعرفه صناعة الطيران في العالم، تخطط المملكة بشكل دقيق لولوج الصناعات متزايدة التعقيد مع التركيز بشكل خاص على تقنيات الصناعة الرقمية المتقدمة 4.0 والابتكار والبحث والتطوير.